نرجع معكم مشاهدينا مع الأب مجدي علاوي. أبونا المسيحي يوميا بيوضع نفسه من أجل الآخر، هذه هي المسيحية، أنه ضحي بذاتي من أجل الآخر، عيش من أجل الآخر. ليه ما عم نفهمها اليوم أبونا هيدي؟ يعني يسوع واضح كان بإنجيله ساعد بقلنا الإنجيل أساسا من أول صفحة لآخر صفحة محبة ورحمة، بقلنا أريد رحمة لذبيحة، واعطانا عن أريحة، مثل أريحة يلي الشخص يلي ضربوه وعذبوه، قطع من حد منه جاره، قطع حد منه الكاهن، قطع عدوه، لمه اهتم فيه وداويه، وقال له يسوع فاذا ايهم منه قريب من هالثلاثه؟ قال له العمل عمل رحمه، كن رحماء كما اباكم الذي في السماوات رحوم. شكرا ماريانا على هالترنيمه، يعني عن جد حسيت حالنا انه قديش بعد عندنا قلوب قاسيه وقلوب فيها وجع، مثل ما قالت ميرنا انه نحن عنا الانا، بس انا وعائلتي، مثل الانجيل الغني البدار تبعه الشغل تبعه اعطيه مصاري كثير، اعطيه شغل كثير، هدم المستودع تبعه صغير وعمل مستودع كبير، وقال لك كله استريحي نفسي. قال له تعال اليوم، انا اليوم بدي اقول عن جد قديش نقدر نكون رحمة، قديش قادرين نحن نعيش بسلام. ما بتعرف تعيش بسلام اذا ما بتعرف تكون رحمة، ما في انت اذا بدك تفقد السلام ما ترحم، ما ترحم. اليوم اذا بدك تحس بهالسلام عم بحكي عنه، هيدا الفرح عم بحكي عنه، يكون عندك الرحمه. امين. ابونا بصيرنا نرحب كمان اليوم لانه نحن لقاء العائلات والشباب بالنور معنا بكريستينا والي، اهلا وسهلا فيكم من زحله. ابونا رح نحكي عن خبره صارت بسعادة السماء، رح نبلش مع الي. خبرنا كيف التقيت بسعادة السماء وشو اليوم هيك مع اللي عم بيصير، خاصة مع سعادة السماء، شو موقفك؟ شو أنا كنت مدمن مخدرات 10 سنين. أنا بالصدفة عرفت بالجمعية، كنت قاعد بالبيت، كنت عايش لوحدي، كنت بعيد عن أهلي، عايش أنا وهالمادة لحالنا. عم بحضر التلفزيون، بالصدفة بشوف الأبونا، حديثه كتير حبيته، كتير أخذني حديثه، عم يحكي عن المدمنين، عن كل هالأخبار، حبيت كتير. فتت طلعت أكتر على الموضوع، قلت هيت تجرب، مع أنه ما كنت مقتنع لوقف مخدرات، ولا قلت هيت لجرب. رحت عملت مقابلة، طلعت على الجمعية، هونيك بلشت مشواري بالجمعية. حياتي كلها تغيرت، كنت حدا كتير بعيد عن الله، اعترفت، كنت مش معترف كل حياتي، تناولت، كنت يمكن من أول قربات مش متناول، صارت يعني أيام بقول منيح اللي أدمنت على المخدرات، تتعرفت على يسوع، ترجع لي إيماني، ترجعت عشت بالسلام، شفت سلام بهالجمعية مش شايفه بحياتي. عشت تقريبا سنة وشهرين فوق، كانوا أجمل سنة وشهرين بحياتي، غيروا لي حياتي كلها. يعني أنا ذكرتني إلي بكلام مار أغسطينوس اللي بيقول نشكر، هيك يعني تجرأ وقال نشكر الخطيئة الأولى اللي عطتنا هيك مخلص. أنت عم بتقول بشكر هالنقص اللي كنت عايش فيه تعطتني ساعة السماء. نعم صحيح. وهذا الشيء كمان الأبونا مش ساعدني لإلي، ساعد بيي كمان، ساعدنا كلنا غيرنا حياتنا كلنا بالبيت. حياة أنا ما كنت بعيد عن أهلي، بعيد عن أمي، بهالجمعية رجعت علاقتنا منيحة مع أهلي، بهالجمعية رجعت شفت الحياة بمنظار تاني، صرت أحب العائلة، أحب أتواجد بالبيت، بعد ما كان لي فترة طويلة كنت عايش لحالي. أمين أمين. كريستينا شو تعليقك على كونك أمه لإلي؟ أنا تعليقي بدي أشكر الأمونة، بس دائما بيجي لأشكره بيقول لي ما تشكريني، شكري يسوع. بس أنا بحب أقول لك يا أبونا، لو أنت كنت أيام يسوع يعني أنت بتستحق كل الشكر. ما في أقول أكتر، بقول
الله يعطيه القوة. وبقول ما في طفل الا ما عم شيله عن الطريق، ما في جاهل الا ما عم بيعلمه، ما في جوعان الا ما عم بيطعميه، ما في بردان الا ما عم بدفيه. كريستينا، بس إلي وحيدك. بس الله يخفف الشر، لأنه شو بده يلحق ليلحق؟ شو بده يلحق؟ الشر أكلنا. بس أنا أكيد إنه الخير والإيمان بينتصر بالآخر. أكيد أكيد كريستينا. نعم. إلي وحيدك. نعم. 10 سنين كل يوم قد 100 سنة، كنت مش عارفة شو رح يصير فيه. 14 سنة هو إلي مش لإلي. وقت فات لعندكم على الكرية رجعت حطيته ببطني وعيشته 9 أشهر ورجعت خلفته ولد جديد. أنا بشكرك. أنا بدي أشكر يسوع. دايما بتقلي هيك يسوع هو اللي عم بيعمل. دايما بتقلي هيك بسقي انه يسوع. انت لو ايام انت لو كنت ابونا ايام يسوع كنت انا كثير بدي اشكر. يعني انت بتستحق الشكر. اسمح لي اشكرك. خليني يعني معلش خليني اشكر يسوع ابونا. وراه كله سبب. حطيتوا لي ابني ببطني وحفظتوا لي عليه وخلفته ولد جديد. انا بشكرك ابونا. في بت بس بهالفترة قبل قديه توجعتي؟ قديه ما نمتي؟ أنا أبونا إذا بتسمح لي بدي أقول شغلة كثير أثرت فيي. معك ورقة بليز لإلي كمان؟ بشكرك. تفضلي. هاي بركة منك. إلي إذا بتحب هيك تعمل تعليق صغير. مرة تلفن لي شخص قال لي بدي هالقد من ابنك وإذا ما بتعطيني إياهم بيكلفني رصاصة حق دولار. أنا بقول له لهالشخص الله يسامحك واعتبر أمك حدا تلفن لها وقال لها هيك شو بتعمل؟ بقى بليز خففوا الشر، خففوا، عملوا معروف، عملوا معروف. إلي شو الله ولد ولادة جديدة اليوم وهيدي الولادة الحقيقية. بيقول يعني بيقول لازم نولد ولادة تانية بس نولد من الماء والروح. واليوم إلي ولد من المي والروح. سألوا لنيقوديموس يعني برجع بطن أمي؟ قالوا لا، ولادة تانية هو نولد مع يسوع. يوم سألي ولد مع يسوع شو الله هي النعمة اللي احنا كنا ناطرينها. ومش بس إلي، عنده أخوة كتير صار إليك ومش وحيد. بقى عنده أخوة بالقرية وهو بيعرف يعيش فوق وبيعرف العيشة اللي عاشوها مع بعض على الحلو والمرة. إن شاء الله الناس يخلوا لك هالكرية. إن شاء الله هالناس يمكن إن شاء الله نقدر نخلي هالكرية حاج الناس تحاربك. إن شاء الله يعني أنا بعت الهم بعت الهم إنه إذا أنت بطلت عندك هاي الكرية إنه وين بتروح هالختيارية وهالولاد المكان منه مهم والمضمنين وين بدهم يروحوا؟ المكان منه مهم. الله بيدبر، الله بيدبر. إلي قد ما في أعداء، قد ما في قد ما في أشرار. خير أقوى، الخير أقوى. إن شاء الله أكيد. حابب أسألك شو رسالتك اليوم للشباب مثل إلي؟ وإلي كمان آخذ تعليقه بعدين. أبونا اليوم بدي أقول لهم لكل اللي عم يسمعونا. إلي من خلال التلفزيون عرف فينا. ميرنا كلمة قلتها لبي رفيق ابنكم إنه تعا القداس. أبونا نحن ما علينا نكون شهود. بكل مطرح بدك تكون ليكون انت بتمثل يسوع، انت سفير يسوع، يعني بنشوف على وجهكم يسوع. فبدي اقول اليوم للشباب ما تيأسوا، ما تروح على الاحباط على الكآبة، ما تقولوا سكرت الدنيا بوجنا، مش قادرين نعمل شيء، ما تقولوا كلمة مش طالعة من امرنا شيء، ابدا، انتوا كل شيء. وثقوا بحالكم انتوا قادرين تغيروا، قادرين تعملوا، بس وثقوا، بس مش اللي فينا، خلينا يكون عندنا قناعة وإرادة وإيمان،
وهودي الثلاثة بيعملوا المعجزات، قادرين يزيح جبال من محلها. بيقول لشبتنا اليوم لأي سبب راحت على المخدرات، إن كان حشرية أو لظروف أو ولا عدة عوامل أو عدة أسباب، بيقول لهم اليوم في دواء، اليوم لقينا الدواء. مثل هلا كل ما نسمع إنه خبر عن سرطان لقيوا الدواء نبسط قد الدنيا. أنا بقول لكم دواء للإدمان، للكآبة، للإحباط، لليأس، موجود هذا الدواء. هو إنك أول شغلة تروح عند يسوع مثل ابن الضال وتقول له ما بيستحق كون ابن، قال لك هو رح يسكر لك دمك، لك سكوت ما تكفي، انت قلبي مش قطعه من قلبي، انت قلبي، ورح يغمرك ويعطيك كل الحياه، ورح يكون فرح السما كلها بتفرح بخاطي واحد بيستوب. بدي اقول له الاشخاص اللي هن عاتبين حالهم انه فشلي وما بيطلع من امره شيء، لا، انتوا ولاده ليسوع بيطلع من امركم شيء. انتوا يعني مش مهم تكونوا مهندسين وشهاداتكم في الليل الدنيا، مهم تكون عندكم قلب في رحمه ومحبه، وانتوا هيك عندكم اياه، هذا القلب عندكم اياه، اختبرته. اكثر ناس عنده الرحمه ومحبه هن المدمنين، اكثر ناس حساسين، اكثر ناس طيبين هن المدمنين. فكرمي هيك بقول لهم يسوع بحب قلبكم وبدي يسكن بقلبكم، تعوا لعنده يسكن بقلبكم، افتحوا له قلبكم. واليوم بدي اقول لكل اللي عم يسمع، لكل مدمن رافض وحامل اشياء افكار عن الكاهن وعلى الراهبه وعلى الاكليروس، بقول لهم هو حكي، هو حكي، ما بقى تسمع حكي، نسمع فلان عنده هيك وفلان عمل هيك وفلان، شو بدكم بالحكي؟ تعوا جربوا، تعوا دقوا الباب، يسوع موجود بالكاهن، يسوع موجود بالإكليروس، رح يفتح لك قلبه ورح يساعدك ورح يسمع لك ورح يصغيلك. وأنا اليوم بدعيكم، في كتير أشخاص اليوم رافضين ورافضين يشوفوا كاهن، رافضين يروحوا مؤسسة، عم بيتعذبوا هن وأهلهم، عم بيتعذبوا كل يوم قد 100 سنة، كل يوم عند الأم وعند البي وعند الأخوة، البيت بيفرط، البيت في نوى بقلبه بصير فيه، يعني تخيل اخت بقى بتستحي بخيه والخي بيستحي بخيه، وما بقى بخافوا على انه يطردوا من وظيفهم، بخافوا انه يتجوزوا، الام بتخاف اذا ابنها مات اوفر دوز، اي ساعه بدي اقولها ابنك مات اوفر دوز مسدود تحت شي مطرح او الدرك وقفوا وتيحطوه بالحبس، يعني بعرف مش هيني، بس بقول لهم اليوم وثقوا، الحل موجود، يسوع هو الحل، وجمعيتنا حد منكم تتساعدكم. يمكن ما عندنا مطارح بالوقت الحاضر كثير، لانه نحن يعني يعني في ظروف عم نمرق فيها، بس نحن ما بنترككم، رح نساعدكم. واليوم الدولة ساعدت بالاستشفاء يعني اللبنانية. أنا اليوم بدي أقول للشباب يلي عن جد رافض العلاج، أنت عم تتعذبوا، في الحل، الحل موجود هو يسوع. وما بعرف، أنا حابب أكد على كلامك، أكيد أنه نحن لازم نربي أجيال قديسين بيتحدوا هالعالم اللي فيه شر تيغيروه. ممنوع بقى حدا يلتقى فينا نحن وما يعرف انه يسوع هو 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 الله المخلص على الارض، لانه يمكن نحن كلمتنا بتكون هي خلاص الله بيعته من خلالنا للاخر. اللي حابب اخذ اليوم في تحدي على ساعة السماء، بدهم يسكروها، بدهم يوقفوها عن عمل الخير، شو موقفك؟ اللي مش زاير هذا المحل مش شايف الحب اللي فيه والامان اللي بيحصل الشخص فيه، وقد ايه عن جد غير حياة أشخاص، من طلق مني غير لي حياتي فوقاني تحتاني، صار عندي غير حياة، غير مبادئ، غير مفاهيم، غير قيم. تعرفت على ديني ما كنت أعرف شو ديني. هيدا المحل أنا اللي أنا بعرفهم خلص ميات، اللي أنا بعرفهم غير حياة ميات، يعني حرام، حرام يحرموا هالشباب يلي عن جد رغباني انه عن جد ترجع تعيش حياه طبيعيه، ترجع تقرب من ربها، ترجع تعيش هالسلام وهالمحبه كلها، تحرمها من هذا المحل. انا كل ما كنت تعبان، كل ما كنت متضايق، بحكي لابونا، بطلع لفوق، بقدس فوق، برجع بتنشط، برجع بشرج، ارجع اكمل بحياتي من وراء هذا المحل. هي صعبه، المدمن بلبنان رح يضلوا في اتكات عليه. مدمن بلبنان اذا رح يتجوز حنان كان مدمن، اذا رح على شغل كان مدمن، اذا هيدي المشكله اللي في عندنا بلبنان. يسوع قال للزاني، قال ما قال يا زاني، قال يا ابنتي اذهبي وتعودي تخطئي. ليش ما بكون مثل يسوع بقى؟ طيب ليش ابني ما بعيره كان مدمن؟ ليه بنتي ما بعيرها كانت مدمنه؟ ليه ابني اذا كان مدمن بروح بجوزه للشخص اللي بدي اياه؟ ليه ليه يا جماعه؟ هي ابن الله، دليتوا عليه او حكيتوا عنه او دنتوا اي قداس انتم بتقدسوا واي حب بتقولوا، ساعه بتشهروا بالانسان انتم ما بتكونوا عم بتقدسوا، ساعه بتشهروا بالانسان انتم ما بتكونوا عم بتحبوا، وحيث تغسل خطيئه تفيد نعم، لان المدمن بيقول انا متلين خطايا والله ما يستقبلني، لا، الله بيحبك، الله اجى كلمه، الله ترك الدنيا، ترك السماء تيتبعك، انت بالنسبه له انت صار انسان كرمال كرامتك.
اوعى تخاف انك تجي عند يسوع. انا بس بدي اقول لكريستينا وإلي بدي اشكرهم، بدي اقول لكم انه نحن كلنا مدمنين على اصنام هذا العالم، بس نتحديهم باسم يسوع ونتغلب عليهم ونصير ابطال مثلك إلي. انا بشكركم على شهادتكم ليسوع المسيح، بشكر الاب مجدي علاوي وساعة السماء على حضانتها لوجع المجتمع. ابونا بس بدي منك كلمه اخيره، نرجع نحكي عن الاستحقاق لساعة السماء ونداء للخيرين تيتضامنوا معكم وشو عم بيصير هاليومين. عنا دقيقة. نعم، نحن بالمول دبي من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل كل يوم عم نبيع تفاح. الهدف من التفاح ثلاث اشياء، عم نبيع، اخذنا من المزارعين اللبنانيين ما قدروا يبيعوا الموسم تبعهم وما قدروا يقطفوا، نحن قطفناهم ونحن عم نبيع لهم اياهم. بذات الوقت التفاح عم نساعد فيها قسم منها لقسط المدرسة وقسط منها للأرض، وهيك مساعدنا ثلاث اشخاص. اثنين الاحد بكلية الانسان من 9 الصبح عاملين نقيش عصاج لأول مرة، عاملين منتوجات بيت ستي وجدي، عاملين مربى وعاملين زهورات. كرية الإنسان شباب عاملين زيتون. بيت الرحمة اللي هي الأطفال عاملين كياس فيها بونشوز حتى تنبيع كلها سوا لكل اللي جايين على كرية الإنسان قبل القداس يتربوا وياكلوا. على 10:30 في مسبحة، 11 في قداس، وبعد منها كمان بنكفي نهار للساعة 5 بالليل تلوتون للعالم تيجي تبرع بكرية الإنسان ب 10 دولار. بدنا 37,000 شخص بعد منسكر حق الارض، يعني كل واحد 10 دولار، واذا بيشتروا اغراض بكون ساعدوا اكثر. جاي كمان من جنوب لبنان ابونا يوسف باسيل مع رعيته كلها سوا، جاي مداد من الصفرة، وجاي كل جماعه الكلاب تبع الهارلي، جايين كلهم سوا مع عيالهم 150 شخص سايقين هارلي مع عيالهم تيكونوا الاحد معنا، وجايين من كل لبنان تقريبا لحتى يشاركوا ويتضامنوا معنا تبقى الارض. يعني بعتقد الاحد يمكن عم نسكر حق الارض اذا الله راد. فبدعي لكل اللي عم يسمعونا ما قدروا يجوا يشاركوا معنا، لان اكيد بهمهم يكونوا براعيهم. انا فيكم تروح على اقرب بنك عودي بلبنان، رقم الحساب 990076 او بنك اوف بيروت جمعيه ساعات السماء. اما انكم تجوا على اقرب مركزنا، عندنا 28 مركز بلبنان، واذا مش قادر وعندك كريدت كارد انت وقاعد ببيتك ب 10 دولار ب 10 دولار قادر تخلي كرية الانسان. وانا برجع بقول لكم اليوم بشكركم كثير كثير، وفيكم على 03-125-347 على الواتساب تقولوا لنا كيف فينا نساعد، ونبعث لكم كل التفاصيل والارقام. والفيسبوك جمعيه ساعه السماء مع الاب مجدي. ابونا بس عيد رقم الحساب بعد مره. بنك عودي 990076. كلمه واحده لكريستينا قبل ما نختم. انا بنصح كل الشباب الجيل الجديد، شوي انا بلوم الشر بس انا بلومهم، انه بليز اذا طلبتوا سياره من اهاليكم او بدكم تتجوزوا او شيء، مش تروحوا تعملوا حجه وتروحوا تتعاطوا، خليكم قوية وخليكم رجال وما تروحوا دغري تعملوا حجه وتروحوا على المخدرات. جميل. اعملوا معروف. مشكورين كريستينا إلي، الاب مجدي علاوي مشكور، ربي يقدسك ويخلي لنا اياك. رح نكون معك نهار الاحد باذن الله بساعة السماء.